بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا ناخد افكار المسائل الموجوده على الملف الدائري. احنا في الاجزاء اللي فاتت شرحنا التجربه بتاعه الملف، وشرحنا شكل ووصف المجال، وشرحنا العوامل التي توقف عليها المجال، واستنتجنا منها القانون بتاعنا اللي هو بي بيساوي ميو في اي ان على 2 ار. ده بالنسبه لقانون السلك المستقيم، وده بالنسبه لقانون الملف الدائري. وبعد كده خدنا مجموعه من الملاحظات على الملف الدائري. طب تعالوا دلوقتي ناخد مجموعه من افكار المسائل على الجزء ده. اول فكره عندي ان هو ممكن يجي يقول لك ايه، انا عايز اشتغل على ملف دائري كده، ادي الملف الدائري. طيب قال لك لو انا جيت عملت اتجاه التيار بالشكل اللي قدامك ده، احسب لي كثافه الفيض المغناطيسي عند مركز الملف، علما بان الملف ده نصف قطره ار. طبعا الكلام ده سهل، ليه؟ هتيجي تطبق مباشره، هتيجي تقول له القانون، القانون اللي هو كثافه الفيض بيساوي ميو في اي في ان على 2 في الار، وهيكون معطى كل الايه؟ كل الحاجات اللي موجوده عندك. طيب خد بالك، احنا اتفقنا ان في مسائل كثافه الفيض المغناطيسي اول حاجه نعملها في المساله انك تحدد اتجاه المجال، احدد اتجاه المجال. طب ده ملف له طريقه معينه لتحديد اتجاه المجال، هي طريقه البريمه اليمنى. في البريمه اليمنى كان بيقول لك هات بريمه حطها في مركز الملف، وبعدين لففها مع اتجاه التيار، ولما تلففها مع اتجاه التيار اتجاه اندفاعها هيكون مع اتجاه المجال. طب الحاله اللي قدامي ديت ادي كده اتجاه التيار. لما امسك بريمه او مسمار برمه او مسمار اروز يعني والفه بالشكل ده، هيخش جوه السبوره، وبالتالي لما اجي اعمل المجال هنا في مركز الملف هعمل المجال ده عباره عن نقطه. يبقى انا لما اجي احسب كثافه الفيض المغناطيسي حسبتها، قلت له مثلا ان كثافه الفيض بتساوي 5 تسلا، بس اقول له ايه بقى معاها؟ اقول له ان اتجاه كثافه الفيض او اتجاه المجال المغناطيسي خارج. اتجاه المجال المغناطيسي ايه؟ لا انا اسف، ده دي غلطه، المفروض طالما داخل السبوره يبقى اكس كده، اتجاه التيار اهو، اتجاه الاندفاع كده هيبقى اكس مش هيبقى نقطه، خلاص كده؟ يبقى بعد ما بحسب القيمه بقول له مثلا 5 تسلا واقول له اتجاهها للداخل. طب لو جيت قبلي نفس الملف بس عكست لي بس اتجاه التيار، قال لي ان اتجاه التيار بالشكل اللي قدامك ده. في الحاله ديت هقول له سهله، نطبق قاعده البريمه. ادي البريمه بتاعتي هلففها مع اتجاه التيار، وبعدين قال لك لما تلففها مع اتجاه التيار اللي هيحصل ايه؟ اللي هيحصل ان اتجاه اندفاعها هيكون لبره، يعني معناها ان انا بفك المسمار يعني. طالما اتجاهها لبره، اتفقنا ان طالما الحاجه جايه عليك انت، يعني جايه عليك انت، فلازم تحطها ايه؟ نقطه، خلاص؟ يبقى نحطها نقطه. ليه؟ لان لو افترضنا انها جايه عليك فانت بتفترض انها سهم، السهم ده هو جاي عليك انت بتبقى شايف الايه؟ النقطه بتاعته. لكن لو هو ده رايح للسبوره او رايح للورقه بتاعتك، فانت شايف مؤخره السهم اللي هي بتبقى علامه ايه؟ علامه اكس. طيب اعتقد ان قاعده البريمه بتبقى صعبه شويه على البنات، لان اغلبهم ما بيبقاش يشتغل بالمسامير الاروز او غير الاروز يعني. فانا هقول لكم على طريقه ثانيه هتحدد بيها اتجاه المجال المغناطيسي، بس الطريقه اللي هقول لك عليها ما تكتبهاش في الامتحان، دي طريقه بتستخدم انت بس لحل المسائل عشان تسهل عليك الموضوع، لكن لو جالك في الامتحان وقال لك اذكر طريقه تستخدم لتحديد اتجاه المجال في الملف الدائري هي البريمه اليمنى، طريقه تستخدم لتحديد اقطاب المجال في الملف الدائري قاعده عقارب الساعه. طب هنيجي نقول ايه؟ هنخلي الاربعه دول مع التيار، وبعدين هيبقى ده مع المجال. عكسنا اللي كان في السلك المستقيم، في السلك المستقيم كنا بنكبد على السلك باليمين، الابهام مع التيار صوابع تلف مع المجال، هنا هعكس هقول ايه؟ دولت اللي مع التيار هيلفوا مع التيار، ليه؟ لان انا كده عايز الففهم، ده ما بيلفش، خلاص كده؟ هلفف دول كده مع التيار، يبقى دي اتجاه المجال اهو، عملناه اكس داخل السطر. طب نيجي نبص هنا، عشان اخلي صوابع تلف كده فلازم اعملهم كده، وطبعا بجد اليمنى برضه، هاجي اعمل كده اهو، وادي الابهام هيشاور على المجال، يبقى المجال جاي عليك انت اهو، خلاص؟ يبقى ده كده ايه؟ هيترسم كنقطه زي ما احنا شايفين كده. يبقى انت عرفت القاعده اللي هتكتبها في الامتحان، وعرفت القاعده اللي هتسهل عليك حل الاسئله. طيب دي اول حاجه او اول ملحوظه عندي، ان احنا لازم نحدد اتجاه المجال علشان نقدر نجيب ايه؟ نجيب كونتور. قام جاي راجل قال لك بص بقى تعالى نزود الافكار. قال لك انا هجيب لك سلك مستقيم واركبه لك هنا. طبعا السلك ده مش معوج كده يعني. هو سلك سليم اهو. كده. وقال لك افترض ان اتجاه التيار في السلك ده كده. خلاص؟ طيب ادي التيار قيمته مثلا اي، وهنا التيار اللي ماشي هنا قيمته مثلا ده اي واحد وده قيمته اي اثنين. وقال لك احسب لي كثافه الفيض المغناطيسي عند مركز الملف. طب احسبه ازاي؟ علشان احسب كثافه الفيض المغناطيسي لازم اشوف كم مجال بيأثر على النقطه اللي انا عايز اشتغل عليها. لو جينا بصينا على النقطه ديت هلاقيها بتتأثر بمجالين، المجال بتاع الملف والمجال بتاع السلك المستقيم. طيب المجالين دولت هل هجمعهم؟ هل هطرحهم؟ هل هستخدم قانون الجذب؟ الكلام ده بيتوقف على تحديد اتجاههم. عشان كده بقول لك اول خطوه حدد الاتجاه. طب تعالى نحدد الاتجاه يلا.
طبعا ده له طريقه وده له طريقه. بالنسبه للملف انا هكتب اهو، بصوا كده يا جماعه هكتب اهو الملف اتجاهه فين؟ اتجاه التيار بتاعه اهو، اتجاه التيار اهو. يبقى اتجاه المجال فين؟ داخل للسبوره، يبقى اكس، اتجاه المجال اكس. طب بالنسبه للسلك، لا السلك له قاعده كنا بنحدد بيها، الناس طبعا لازم تكون فاكراها، الابهام مع التيار صوابع تلف مع المجال. يبقى صوابع تلف مع المجال يعني المجال داخل اهو، الابهام مع التيار اهو، المجال داخل اهو، عشان صوابع تلف كده يبقى المجال داخل للسبوره في الجزء ده، وهيبقى خالي من الجزء ده. يبقى المجال بتاع السلك هيعمل لي هنا اكس برضه. يبقى المحصله الكليه بتاعت المجالين يا جماعه، حاجه اقول له كده، ان البي توتال بتساوي البي بتاع السلك مجموعة على البي بتاع الملف. ليه؟ المجال بتاع الملف داخل والمجال بتاع السلك داخل، الاثنين في نفس الاتجاه، يبقى المحصلة مجموعهم. بس الملحوظة اللي هنا ان البي سلك هستخدم لها قانون اللي هو ميو على 2 باي مضروبة في اي على الدي، حيث الدي ده هو البعد العمودي ما بين النقطة اللي انا بحسب عندها والسلك، اللي هي في المسألة هنا مين يا جماعة؟ نصف القطر، يعني ممكن اشيل الدي ديت واحط ار. اقول له زائد الميو، خد بالك بقى، في اي في ان على 2 ار. ليه؟ لان ده قانون الملف، وده طبعا هيبقى التيار اسمه احنا مسمينه ايه هنا؟ اي 2، والتيار في السلك احنا قلنا مسمينه اي 1. طب الان عدد اللفات هتبقى معطى، وده نصف القطر زي ما احنا شايفين كده. يبقى الفرق هنا ان انا دلوقتي بعمل ايه؟ باخد مجال جاي من حاجه معينه بجمع عليه مجال جاي من حاجه ثانيه. ممكن يضيف عليهم حاجه ثانيه؟ اه ممكن يضيف عليهم مجال الارض، فبالتالي هيبقى محصله ثلاث مجالات مش مجال، مش مجالين بس. طيب ايه اللي ممكن يزوده تاني عندي؟ قال لك بص واحده واحده، ممكن الراجل يوم جاي هنا واعمل لك كمان سلك مستقيم كده، وقال لك اتجاه التيار فيه كده وهنسميه اي 3. قال لا، يبقى النقطه اللي انا بحسب عندها دلوقتي بتتاثر بكام مجال؟ ثلاث مجالات، مجال السلك الاول، مجال السلك الثاني، مجال الملف. تعال نحدد اتجاه المجالات علشان اقدر احسب المحصله. اتجاه المجال عن ده احنا عملناه، اتجاه المجال عن الملف احنا عملناه، ما احنا ما عكسناش التيار، سيبنا التيار زي ما هما، يبقى دولت اكس وده اكس زي ما هو. هسمي ده سين واحد واسمي ده سين اتنين. سين اتنين بقى اتجاه المجال بتاعه ازاي يا جماعه؟ الناس تكون دارسه وعارفه. ادي الابهام مع التيار اهو، الابهام مع التيار اهو، صوابع تلف مع مجال، يبقى هيعمل لي هنا اكسات لان هنا داخل السبوره، بيلف ويجي لي من الناحيه الثانيه، يبقى هيعمل لي هنا نقط. وهيعمل لي هنا اكسات. خلاص؟ يبقى السين 2 هنا نقطة. طيب يبقى المحصلة بتساوي إيه؟ بصوا بقى المحصلة هتساوي إيه؟ المحصلة هنا هتيجي بإن أنا أحسب الاتنين دول مع بعض. يعني أجمعهم، أقول مثلا إن بي داش بتساوي البي ملف زائد البي سين 1. ليه؟ لأن الاتنين دول في نفس الاتجاه. وبعد كده هاجي أقول له كده إن البي توتال اللي هي المحصلة هتساوي الكبير ناقص الصغير. طب الكبير والصغير من مين؟ الكبير والصغير من البي داش مع محصله سين 2 مع سين 2. يعني انا هحسب البي داش اللي هي ديت زائد دي، وهحسب كمان البي 3 اللي هي بتساوي المجال الناتج عن السلك 2 اللي هو ميو على 2 باي مضروبه في التيار اللي ماشي في السلك الثالث اي 3 على الدي، وطبعا الدي برضه كام؟ ار. خلاص؟ وهشوف لو دي الكبيره اكبر من البي داش يعني، يبقى هقول له بي 3 ناقص بي داش. لو البي داش هي الكبيره هقول له بي داش ناقص بي 3. وصلت الفكره؟ طيب انت برضو وانا بشرح كده تخيل ايه التغيير اللي هو ممكن هو يعمله. سهله، ممكن يغير اتجاه التيار هنا، او يغير اتجاه التيار هنا، او يغير اتجاه التيار هنا. وبعدين ايه اللي هيفرق يعني؟ بدل ما ديت اكس هتبقى دوت لو انا غيرت اتجاه التيار، لو انا غيرت اتجاه التيار في السلك واحد بدل ما دي اكس هتبقى دوت. طب الفرق ايه في النهايه؟ الفرق مش في القيم، القيم كده بتتحسب من القانون اهو، بس الفرق في الاتجاه هيخليني اغير في المحصله. مثلا قام جاي مغير لك اتجاه التيار وخلاه كده، يبقى دي مش هتبقى اكسات، دي هتبقى نقط ودي هتبقى اكسات. افهم من كده ان على يمين السلك نقط، افهم من كده ان السلك ده نقطه. طب قال لي احسب المحصله، احسبها ازاي؟ يبقى هاجي اقول له كده المحصله هي عباره عن بي سين 1 زائد بي سين 2. ده ديت مين؟ مش المحصله الكليه، ده دي بي داش. وبعدين بقى هاجي اخد البي داش واقارنها مع المجال الناتج عن الملف. ليه؟ دول في اتجاه فهجمعهم مع بعض واقارن المجموع مع الايه؟ مع الناحيه الثانيه. خلاص كده؟ هيبقى المحصله عباره عن ايه؟ هتبقى عباره عن حاجه من اثنين، يا اما البي بتاعت الملف ناقص البي داش اللي هي مجموع الاثنين دول، يا اما بتساوي البي داش ناقص البي ملف. يعني على حسب مين فيهم الكبير.
واتجاه المحصله لو ده الكبير هيبقى في اتجاه ده، لو البي داش الكبيره هيبقى في اتجاه البي داش، يعني في اتجاه النقطه، خلاص يعني خارج من السبوره رايح لايه؟ رايح لك انت. طيب ممكن ما يغيرلكش ده ويغير لك ده، او ممكن ما يغيرلكش ده ويغير لك ده، احنا عرفنا الفكره، انت بتحدد اتجاه المجال وعلى اساس اتجاه المجال بتحط القانون اللي هتحسب بيه المحصله الكليه. طيب تعال نشوف ممكن يغير في ايه تاني. انت برضه تخيل كده ايه اللي ممكن يغير فيه، يعني انا قبل ما اكتب تخيل انت ممكن يغير هو في ايه. الراجل قام جاي عامل لك كمان سلك كده، بس خلى لك اتجاه التيار في الاتجاه ده. تعال نشوف كده واحده واحده. انا عندي كام حاجه دلوقتي بتاثر لي على النقطه؟ اربع حاجات. عندي ميم واحد، وعندي سين واحد، سين اتنين، سين تلاته. بالنسبه لميم واحد ادي دول مع التيار يبقى المجال داخلي بايكس. بالنسبه لسين واحد اهو ادي الابهام مع التيار يبقى كده هيعمل لي هنا نقط، يبقى ده نقطه. ده كده هيعمل لي هنا نقطة أهو، الإبهام مع التيار صوابع تلف مع المجال هيلف لي ويجي لي من الناحية التانية نقطة. طب ده س 3 الإبهام مع التيار أهو، الإبهام مع التيار عامل لي هنا إكس، يبقى ده إكس. أجي أعمل إيه بقى؟ خد بالك، بي داش واحد هتساوي البي بتاعت الملف الأول زائد البي بتاعت السلك التاني. ليه بقى؟ لأن الاتنين دول في نفس الاتجاه، هجمعهم على بعض. بعدين هاجي أقول له البي داش 2 بتساوي البي بتاع س 1 زائد البي بتاع س 2، لان الاثنين دول في نفس الاتجاه. طلع لي هنا فاليو بالتسلا، وطلع لي هنا فاليو يعني قيمه يعني بالتسلا. هاجي اقول له كده البي الكليه هتساوي الكبير من القيمتين ناقص الصغير من القيمتين اللي انا حسبتهم، وكده انا خلصت. وطبعا لو طلع مثلا البي داش الاولانيه اللي هي الملف مع سلك 3 اللي هم الاثنين دول، لو هم اللي اكبر يبقى اتجاه المحصله اكس، لو دول اللي اكبر يبقى اتجاه المحصله نقطه. ماشي؟ طيب دي فكره كمان. طبعا ممكن ما دام اجيب لك التيار كده يجيب لك التيار في الاتجاه التاني، مش فارقه معايا في حاجه، هغير دي هتبقى نقطه وتبقى المحصله، هجمع دول مع بعض واقارن المجموع بمين؟ بالبي بتاعت الملف. ايه اللي ممكن يزوده؟ ممكن يزود لك سلك فوق، مفيش مشكله. او ممكن يزود لك ايه بقى؟ الناس تفكر كده، ممكن يزود لك ملف كمان في النص. ازاي؟ هيبقى عامل لك ملف كده، والملف ده نصف قطره مثلا نص ار او ار على 2، والتيار بتاعه كده. فانا زاد عندي يا جماعه، زاد عندي ملف اسمه ملف 2 اللي هو الملف الصغير. طب ما مش فارق معايا في حاجه، ليه؟ النقطه دلوقتي دي اصبحت بتتاثر بكام حاجه؟ بخمس حاجات. 1 2 3 4 5، خمس حاجات. ملف 2 كده حاجتين، وثلاث سلوك يبقى خمس حاجات. الاربعه دول احنا محددين اتجاهاتهم خلاص، لو هو غير لك في اتجاه التيار تغير في الاتجاه بتاعه. طب بالنسبه للملف ده ادي كده مع التيار يبقى كده المجال بتاعك، كده مع التيار يبقى كده المجال بتاعك اهو، يبقى المجال بتاعك ايه يا جماعه؟ نقطة. يبقى البي داش واحد بتساوي س واحد زائد س اتنين زائد مين اتنين، يبقى بي بتاعت الملف التاني زائد البي بتاعت س واحد زائد البي بتاعت س اتنين. طب البي داش اتنين هتساوي ايه؟ هتساوي البي بتاعت مين واحد مجموعة على البي بتاعت س تلاتة. طب البي توتال الكلية هتساوي بقى؟ هتساوي الكبير مطروح منه الصغير، وكده خلصنا المسألة بتاعتك. تمام؟ ممكن يزود لك ايه كمان؟ هقول لك انا على حاجه. لو انا جيت عملت لك عايز ارسم السلك ده مع العلم ان ده كده اتجاه التيار، اتجاه التيار الاعلى. وانا وريته لك كده قدامك هتقول لي هرسمه ازاي؟ اهو هرسمه كده خط طالع لفوق. طب لو قلت لك ادي السلك هتقول لي اهو. طب لو قلت لك ادي السلك هتقول لي اهو. لو قلت لك ادي السلك هتقول لي اهو. طب لو قلت لك ادي السلك هترسمه ازاي؟ ترسمه انت شايف منه مين؟ البوز بتاعه، انا شايف النقطه، فهترسمه لي نقطه، يعني هتقول لي كده ده السلك اهو. يبقى ده كده عباره عن سلك اتجاه تياره للخارج. لو جيت عملته لك كده اهو، يبقى ده عباره عن سلك اتجاه تياره للداخل. يبقى نفرق لو كان معطى في المساله ان ده مجال ولا كان معطى في المساله ده سلك. اللي انا كاتبه هنا ده مجال، فده معناه ان المجال داخل بالسبوره، المجال خارج من السبوره. لكن لما ارسم لك نقطه واقول لك النقطه دي عباره عن سلك، ده معناه ان سلك مستقيم عمودي على الصفحه واتجاه التيار خارج. لما ارسم لك السلك كده اهو السبوره اهو، معناه طبعا هرسمه لك اكس، يعني معناه ان ده سلك مستقيم عمودي على السبوره واتجاه التيار داخل للسبوره. فانا اللي انا عايز اقول لك ايه؟ انا هاجي هنا كده واعمل لك سلك مثلا هنا كده. سلك اهو. السلك ده مجاله يبقى عامل ازاي؟ بص كده. لو انا عامل لك السلك بالشكل ده فاحنا بنرسم مجاله كده. يعني دي كده بتمثل لي الدايره، خلاص اهو بتمثل لي الدايره، هعملها كده كبير شويه اهو، بعمل اكس هنا ونقطه،
ده الاكس والنقطه دول بيمثلوا الدايره زي ما احنا شايفين كده. خلاص طيب ده لو انا عامل السلك كده بيكون لي دوائر كده على المجال، او المجال بتاعه عباره عن دوائر. طب لو انا عملت السلك كده، قال لك في الحاله دي ما اقدرش ارسم المجال على انه نقطه واكس، المجال ما يترسمش غير انه دايره. ليه؟ انت كده شايف الدايره اهي يا جماعه، انت كده شايف الدايره اهي، لكن لو عملت كده انت مش شايف الدايره، انت شايف دي الجزء ده اللي هو الخط ده. خلاص يعني ممكن تكون شايف الاكس والنقطه اللي احنا بنمثلهم، بنمثل الخط ده بالاكس والنقطه، لكن لو انا عملت كده السلك انت شايفه نقطه، لكن المجال انت شايفه دايره، ملوش حل غير ان هو يبقى دايره. وبالتالي المجال الناتج عن السلك الاحمر ده هيبقى دايره، دايره كده. خلاص هيبقى دايره كده. طيب اتجاهه فين عند النقطه دي بقى؟ شرحناها في السلك المستقيم، الناس ترجع لبدايه السلك المستقيم عشان تفهم الموضوع ده. اتجاهه بيبقى اتجاه المماس. طب خد بالك لو كان اتجاه التيار خارج، اتجاه المجال بتاع السلك ده عامل ازاي؟ التيار خارج اهو، هنيجي نقول الابهام مع التيار صوابع تلف مع المجال، الابهام مع التيار صوابع تلف مع المجال، يبقى المجال بتاعه اهو جاي كده كده، يبقى ادي اتجاه المجال بتاع السين، سين مثلا 5، السلك رقم 5 خلاص، او السلك رقم 4. يبقى انا دلوقتي عندي ايه؟ عندي الخمس مجالات بتوع الملفين والثلاث اسلاك الاولانيين كانوا كلهم يا اما داخلين للسبوره يا اما خارجين للسبوره. يعني المحصله بتاعتهم هتبقى قيمه واحده، يا اما خارجه يا اما داخله. طب ده عباره عن ايه بقى؟ عباره عن عمودي عليه. يعني لو افترضت مثلا ادي المجالات، الخمس مجالات اهمت بتوع الايه؟ الخمس مجالات بتوع الملفين والثلاث اسلاك، ادي الخمس مجالات بتوعهم. في جزء منهم خارج من السبوره وفي جزء منهم داخل السبوره، مفيش مشكله. بس الملف او السلك الاحمر ده عمل لي مجال كده. اصبح المجال دلوقتي ده عمودي على المجال الناتج من الخمس حاجات اللي فوق دول. وبالتالي هنا هستخدم قانون الجذر. طب هستخدم قانون الجذر ازاي؟ واحده واحده. انسى ده خلاص، طالما عمودي انساه. احسب لي المحصله من دول. هاجي اقول لك المحصله هتتحسب ازاي؟ هنيجي نقول س1 مع س2 مع م2 زي ما عملناه. وبعدين هاجي اقول لك م1 مع س3. حسبت ده وحسبت دول. وبعدين هشوف منهم مين من مجموعهم الكبير. هاجي اطرح مين؟ الكبير ناقص الصغير. خلاص؟ طلع مثلا 10 تسلا. وهنفترض ان الكبير كانت الاكسات. يبقى انا عندي كده اكس وقيمتها 10 تسلا، وجه عليها مجال عمودي كده، يعني كأني كده اكس يعني المجال اللي المحصله بتاعته داخله كده للسبور، وعملت عليه واحد عمودي كده، عمودي لتحت زي ما احنا شايفين كده. في الحاله ديت القانون هيقول لك ايه بقى؟ القانون هيقول لك ان البي الكليه هتساوي الجذر التربيعي للاول تربيع زائد الثاني تربيع. طب الاول مين؟ الاول اللي هو المجال الناتج عن السلك ده، اللي هو البي بتاع السلك الاخير. طيب والتاني مين؟ التاني اللي هو المحصله اللي هي 10 تسلا، اللي هي البي توتال اللي جبناها من الخمسه دول مع بعض. لو سميت دي بي توتال داش يبقى هنا عباره عن بي توتال داش تربيع. خلاص يا جماعه؟ اعتقد كده يعني يمكن المساله تكون تقيله شويه او الافكار بتاعتك تكون تقيله شويه، بس انا تعمدت ان انا اشرحها واتمنى ان الناس تفهمها وتسمعها واحده واحده، هتلاقي الموضوع سهل ان شاء الله. طيب ده كده بالنسبه للمساله اللي هي طبعا دي مش مساله، دي كلها كده افكار مسائل ممكن يغير لك فيها، ممكن يضيف لك مجال ارض كمان. ممكن يجي يقول لك ايه؟ بافتراض ان انا عندي مجال ارض طالع من جنوب الصفحه رايح لشمالها. فاصبح دلوقتي انا عندي هنا اهو مجالين داخلين للسبوره، وعندي ثلاث مجالات خارجين من السبوره، وعندي مجال الارض طالع لفوق، وعندي مجال السلك الاحمر ده نازل لتحت. يبقى انا عندي في الاربع اتجاهات، فانا هعمل ايه؟ احسب المحصله بتاعت الراسي والمحصله بتاعت الافقي، هيطلع لي واحده بس مع ثانيه عمودي، اجيب القانون بالجذر. يعني انا خلصت دي خلاص وعرفنا القانون بتاعي اهو. افترض كان ضايف لك مجال الارض كده، هيبقى الاول مش بي سلك بس، مش بي سلك ده بي سلك، لا هيبقى بي سلك ناقص البي الارض تربيع. ليه بقى؟ لان انا لازم اجيب المحصله بتاعت الاثنين دول. خلاص هيبقى بي سلك ناقص البي ايه؟ ناقص البي ارض. اتمنى يكون مجموعه الافكار دي واضحه، وان شاء الله في الفيديو اللي جاي هنحاول نكمل مجموعه اخرى من الافكار، او نحاول نحل مسائل بالارقام علشان الناس تعرف تحل بايديها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.